يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. ومالوا يا حضرة القاضي؟ كل شيء فضلتك. أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعمار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجالي أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع سبك الإصرار والترصد. إيه الفصاحة دي يا حاج؟ الظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقول له الأحسن مش مساد. لكن ليه عاوز تشنق السيد عمر؟ للضرورة احتاج. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. لما انت يا اخي مش عارف تتكلم، مش كنت توكل واحد محامي عنك؟ لا 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 لا، والمحامي هيقول ايه اكتر من اللي قلته؟ انا الرجل متعلم. الكلام اللي قلته يدل على انك رجل جاهل. انت خرجت عن الموضوع واتهمت خصمك اتهامات القانون يحاسبك عليها، فانصحك تبقى توكل لك محامي يترافع عنك. المحامي موجود يا حضرة القاضي. قوم يا فاطمة. فاطمة مين يا راجل؟ فاطمة بنتي فلتت كبدي. قربي يا استاذة كيدي الاعادي. حضرتك محامية؟ لا يا حضرة القاضي، انا لسه تلميذة في الليسانس. ازاي يا راجل عاوزها تترافع وهي لسه تلميذة؟ وماله، كلها يومين وتمتحن، ثم انها حافظة دروس صم. سمعيله قانون العقوبات. أنا متأسفة قوي يا حضرة القاضي. إيه مش حافظة؟ من فضلك يا حضرة القاضي تأجل القضية لغاية ما يوكل محامي. يا أخواتي أنا هتجنن، هي دي قضية حافظة محامي؟ خلينا ترفع تاني؟ المحكمة هتأجل القضية للاستعداد، إيه رأيك؟ والله أنا رأيي تحيل الأوراق للمفتي وتخلصنا منه. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 نوفمبر.